إنه الأدميرال المرعب والأقوى. طبعا المرعب فيه ليس قوته فقط، إنما حسه للعدالة المطلقة، لا يجامل أحد ولا يمازي أحد، ولو كان أقرب الأشخاص له لأجل عدالته سوف يسقطه وشعاره العدالة المطلقة. إذا أكاينو حاليا فعل ما لم يستطيع الجيل السابق فعله، وهو التحدي العلني لليونكو، ووضع مقر البحرية في البحر الذي يحكمه اليونكو. وبهذا تعتبر وهذه يعني تعتبر أول خطوة من خطواته لإنهاء حكم اليونكو والقضاء على عصر القراصنة العظيم. ربما أكاينو نراه من النوع الهمجي الذي لا يتمتع بالذكاء الحاد ويتصرف بقوته غالبا، لكنه بالعكس تماما يتمتع بذكاء يستغل نقطة ضعف العدو لصالحه، مثل ما استغل مشاعر إيس، حيث كان باستطاعة يعني إيس الهروب، وبدأ أكاينو بإهانة اللحية البيضاء ليستغل غضب إيس ويرجع ويقاتله، بعدها قضى عليه. الآن نتحدث عن أكاينو واليونكو. طبعا أقرب اليونكو عرضة للتصادم مع البحرية هي البيج مام، ثم كايدو، ثم تيتش، وبالأخير شانكس. طبعا شانكس سوف يكون الأخير لسبب واحد، إن شانكس تحركاته قليلة بالنسبة لبقية اليونكو، وحتى ظهوره والأحداث التي يحدثها يعني لا تذكر، وأظن أنه بسبب عدم اهتمامه بالوان بيس فهو ينتظر شيء آخر مثل ما قلت سابقا. طبعا شخصيا أرجح تحرك البحرية لإسقاط البيج مام أولا، وهذا على حسب يعني الأحداث، حيث بسبب تصادم البحرية سوف تضعف البيج مام، مما سوف يساعد لوفي على إسقاطها. طبعا على وضع طاقم لوفي وحلفائه كقوة فردية، لا نرى شخص يعادل اليونكو أو الأدميرالات في القوة. طبعا الذي حدث في دريس روزا بتحالف لوفي ولاو ومساعدة المقاتلين الأقوياء وعدم تدخل البحرية ضدهم، استطاعوا يعني بالكاد إسقاط شيبوكاي. فإذا لوفي وحلفائه سوف يسقطون أحد اليونكو، سوف يحدث قبلها تصادم بين أحد الأدميرالات ضد أحد اليونكو، وهو سوف يكون السبب الأقوى لإضعاف اليونكو. لكن يعني من هو اليونكو الذي تظن أن أكاينو يرى تحركاته الأخطر بينهم؟ أنا شخصيا أظن اللحية السوداء تيتش. طبعا تيتش خلال فترة السنتين تحركاته أقوى من غيره من اليونكو، يعني احتل جزر التي كانت تحت حكم اللحية البيضاء وتقاتل يعني مع طاقم اللحية البيضاء وهزمهم، وعلى كل هذا أعلنها بصريح في وسط حرب المارينفورد أنه سوف يكون الأقوى ويطمح ليكون ملك القراصنة، وهو الأقرب بينهم لهذا اللقب، مع أنه يعني دخل كيونكو جديد. وعلى كل هذا هو يعني يقتل أصحاب فواكه الشيطان، لكن المميز في تيتش يملك ذهاء وذكاء حيث يخطط مسبقا لتحركاته. أنا من وجهة نظري أرى أن أكاينو سيحاول مهاجمة اللحية السوداء تيتش وإسقاطه، لأنه يعني بصراحة يعتبر خطير جدا، لذلك أكاينو أعتقد أنه سيحاول إسقاط اليونكو اللحية السوداء. وكان هذا رأيي الشخصي، إن كان لديك رأي آخر اكتب لنا في التعليقات من هو اليونكو الذي سيحاول أكاينو إسقاطه. في الأخير شكرا على المشاهدة، لا تنسى تعطيني لايك وتشترك في القناة، كذلك تابعني على تويتر وإنستغرام، وإلى اللقاء نلتقي في فيديو قادم. كان معكم